السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، الاحوال طيبه. نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. واليوم نهار جديد وبطبيعه الحال فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نصوبوا فيه واحد الحرشه. مهم انا كنسميها الحرشه، ما عرفتها حرشه ولا كيكه، مهم كتجي في الفورمه ديال الكيكه وهي سميتها الحرشه. يلا ندوزوا باش تشوفوا المقادير وطريقه ديال التحضير. يلا ومعايا. بالنسبه للمقادير ديال الحرشه ديالنا ديال اليوم هي 4 كيلو ديال السميده رقيقه، وجوج كيسان ديال الكوك دائما العبار بالكاس ديال العنبه، كاس ديال الزيت وكاس ديال السكر سنيده، وجوج خمارات حمر من فئه 7 غرام، وواحد الفاني، وقشور حامضه محكوكه، والحليب باش نخلطو الحليب بحراره المطبخ. وغادي نبداو نخلطوا المقادير ديالنا. بطبيعه الحال غادي نخلطوا النواشف هما الاولى عاد باش نضيفوا السوائل. غنديروا السميده ديالنا هي الاولى، موراها الكوك، عاد نديروا الفاني والخمارات الحمر والقشور ديال الحامض والزيت. خصنا ضروري نخلطوا بالزيت مزيان مزيان باش تدخل جميع المقادير في بعضياتها، عاد باش نديروا الحليب ديالنا. وهانتوما كتشوفوا في الصور. بعد ما سالينا تخلاط الجميع المقادير، هذا هو القوام ديال الحرشه ديالنا كيفاش كيجي. غادي نخليوها على جنب تشرب واحد شويه، ونمشيو ندهنوا المقله ديالنا الثقيله اللي غتدخل الفران. بطبيعه الحال كل واحد باش كيدهنها بالزيت اولا بالزبده، ونرشوا عليها بطبيعه الحال السميده بحال هكا. وغادي نحطوا فيها الخليط ديالنا من بعد ما خليناه واحد شويه تشرب، والى الفرن. بطبيعه الحال الفران غادي يكون مسخن مزيان، وغادي نديروها الطياب ديالها بحال الحرشه عادي، غير هي كتزيد تنفخ حيت فيها جوج ديال الخمارات، وكنهبطوها لتحت باش تحمر من الوجه ديالها. وندوزو ديك الساعه تشوفوا الشكل النهائي. يلا تبعوا حتى الاخر. هذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه ديالنا. انا ملي خرجتها من الفران نحيتها من المقله، درت لها شويه ديال الكونفيتير من الفوق والكوك. انتم زينوها بالطريقه اللي بغيتوا. راكم شفتوا السمك ديالها، قلت لكم كتجي طالعه واحد شويه. وهاني قطعت لكم واحد الطريف باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. صراحه كتجي زوينه ولذيذه بزاف. نتمنى تجربوها وتردوا عليا. وشكرا لكاع الناس اللي مدعمين القناه ديالي.